لازم تطور بنفسك من ناحية التولز. التولز ايش نقصد بها؟ يعني مثلا انت كصيدلان السوفتويرات تحتاجها من اجل الحسابات الصيدلانية، مثلا من اجل الرسومات تخص المواد الكيميائية والمواد العضوية، من اجل التحليلات اكو يجوز بعض الاجهزة الطبية اللي تستخدموها هي مرتبطة في سوفتويرات معينة، لازم تعرف تخلق قيم بيها وتعرف شلون تحلل. خلي اسوي السبيكر راح اسويها اوكي، بس هو سيتنج ماي سبيكر مايكروفون اوكي سبيكر دفع. هذا خلاص من عنده، بس كل مرة أغيره. سبيكر ديفولت اوكي، بس اتوقع كل سماع بيكم هذا التست. نعم ممكن الشخص يكتب بالسي في انه انا عندي السكيلز مال ليدر، ممكن يكون مالتيبل تاسك بيرسون، يكتبها كلها بالسي في سطرها، بس هي ما تكون بالحقيقة موجودة. شنو الشيء راح يثبت انه هي فعليا لا هو موجودة؟ باعي، هو ما في شيء حيثبت، هو بس هو هذا بالانترفيو هو اللي راح يثبت يعني. بالانترفيو ورا ما تقدم سي في وينقبل اي طبعا بوظيفة انت الانترفيو. حتقدمين سي في، اوكي حتجي تقول عندي 1 2 3 4 5، انا راح اجي راح اقول اوكي انت ايش راح اسال السؤال بناء على هذا السكرس، اقول ليش مثلا السيناريو ايش راح تستخدم بيه قرار، هالشكل راح يصير عملي. تقولين ها اوكي انا ايش راح اسال يعني اكو اسئله مثلا معروفه، اقول لك مثلا انت شو تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ هاي هو مو سؤال اعتباطي، بس انا اذا اسئله شو تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ يعني بالنسبة لي اي ستي متخرجه وجايه او مو متخرجه بعد طالبه مرحله ثالثه ثانيه، اقول شو تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ وين تشوفين نفسك بعد خمس سنوات؟ ممكن راح أكون إنه مبدئيا دا أشتغل أساسا بصيدلية، هذا الشيء بيسك، ومبشر بمشروع ثاني. اوكي بس انا دا اشوف الامبيشنز مالك، راح احسب طالب ثاني احمد ضياء شو شوف نفسك بعد 5 سنوات؟ يعني يمكن اشتغل بشركة بعد كم سنة، شنو طبيعة شغلك بشركة؟ يعني استيراد تصدير هو مثلا. واحد يشتغل، اخو اللي يدور يشتغل شاشة، اخو اللي يدور يشتغل سي لا او، اخو يعني اللي يدور يشتغل يعني شركات خاصة أحسن شيء. اوكي شوف نفسك يعني اوكي تشتغل بشركة كشنو؟ مدير أعمال. مدير اعمال مثلا. احمد لطيف حمزة شو شوف نفسك تبع 5 سنوات؟ اوكي شكرا على شهادتك. فاطمه عبد الكريم شو تشوفي نفسك بعد 5 سنوات؟ فاطمه عبد الكريم فوزي الو فاطمه سمعيني؟
فاطمة عبد الكريم فوزي، شوفي نفسك بعد 5 سنوات، سمعيني؟ فاطمة علي عبد النبي، شوفي نفسك بعد 5 سنوات. سمعيني؟ هلو؟ سمعوني انتم بالجروب الثاني؟ لينيا ريسان، سمعيني؟ سوري فصل الانترنت من يمي. تسمعون شكلكم؟ نعم. زينب طارق، نور علي فاضل، شوف اي واحد فيك. فاطمه علي، شو تشوفون نفسكم بعد 5 سنوات؟ اوكي نعم دكتور. اي فاطمه، شو تشوفي نفسك بعد 5 سنوات فاطمه؟ صيدلانية بعد يعني اوكي صدراني شنو هو كيسد يعني ان شاء الله يعني متخرج وبعد. بس اوكي. نور علي فاضل، نعم، شو شوف الناس اللي بعد 5 سنوات؟ عندي صيدليتي الخاصة وأشتغل فيها. اوكي اكو جواب خطأ، اكو واحد جاوب جواب خطأ، كل واحد بين نفسه، كل واحد بالإجابة ماله بين ال الباشن ماله هو شي يريد، هاي سكيلز موجود، هاي الانتر فيور يعرفها، ابو الاتش ار يعرفها، من خلاله حيعرف انت شخص مناسب للبوزيشن ولا ما. فيكم واحد جاوب ترى جواب خطا، وانتم كلكم كتبتوا عندي فد سكيلز معينه، بس اكو بيكم بالاجابه ماله والله هو فعلا عنده هالسكيلز، اكو بيكم لا ما بين عنده هالسكيلز، فهذا راح يبين انت كاتب صح لو خطا. وضحت اجابتي لك؟ ما اتذكر من سالتني. نعم دكتور وضعت الإجابة فت أوكي اكتب، يعني هو حيجي بناء على حيسألك أسئلة، أسئلة تبين هل أنت فعلا تيم وركر، هل أنت فعلا عندك باشنز، هل أنت فعلا كرياتيف، يعطيك أسئلة ويعطيك سيناريوهات. فلهذا قبل كل انترفيو نصيحة لكم تتحضروا لها كأنه امتحان برا، يقول لك فايندينج جوب از ا فول تايم جوب، يعني انت حتى تلقي شغله بس حظ انت اعتبر نفسك متفرغ يوميا 9 ساعات قاعد تدور على شغل وتطور وتشوف طبيعه الاسئله اللي تجيك في شغلك وشو الشغلات اللي انت تحتاج حتى تلقي شغل، يعني فايندينج جوب از ا فول تايم جوب. تعباكم سووا لي تلقون شغل، احنا اسهل بهواي، عندك واسطه، عندك واسطه تعيين تشتغل شغل، بامريكا الموضوع كلش اصعب. اوكي اتمنى يكون هذا الموضوع وصل يعني تعلمتوا عنه شيء، ان شاء الله يفيدكم بالكاري معكم، لان هذا موضوع جدا مهم. هسه راح نبلش بموضوع الاكسل، فيسوي شير للسكرين. طبقت الهوم ورك مالكم؟ نعم دكتور طبقنا. اوكي عرفتوا اثنين تشغلون الاكسل، عرفتوا شلون تدخلون بيانات. انا راح نمشي بالبدايه معكم انا بس طارق شويه شويه لحد، لانه الاكسل يعني يلا تتعلم عليه لازم تطبقون بيديكم، مال تقول لي كتاب وما كتاب ودا اشوف بس راح يكون جدا صعب العملية عليكم. اوكي ما راح تقدرون يعني حتتعبون، لان هو يعني مو شيء ترى سهل، يعني اكسل يعتبر يعني حلو بس هو اصعب من الوورد، اصعب من الباوربوينت، بي هواي شغلات تقدرون تسوون
هواية أمور تبدون تسوون بي. أنا هسه أوكي راح نعرض الكتاب اللي راح نشتغل عليه، كتاب جديد هذا جبته من مايكروسوفت، كتاب 2021، كتاب جديد نفسه اللي أخذته قبل من مايكروسوفت أكسل، بس المرة ستيب باي ستيب. أوكي أوفيس 2021 والمايكروسوفت 365، بي طبعا براكتس فايل موجودات كلهن، راح نعطيكم اياهن موجودات. هذا الكتاب كتاب حلو، راح نجي من اول، راح نسولف بي من اول شابتر اللي هو انتروداكشن تقريبا، سيت اب والموديفاي الورك شوب فانتوا عندكم الورك بوكس بالاكسل، عندنا الفايل الاكسل نفسه. ثاني من اكتب اكسل، الاكسل افتح الاكسل عندي، طبعا باي ذا موجود الاكسل شغال اللي عندنا بالمختبر 2010، الاحدث من عنده شويه بي مشكله باللايسنس، ان شاء الله شوف اني وسرشن خلال الموضوع، لان جربته ما يشتغل بس 2010 عندكم، بس بالعموم شغال. عندكم عدة طرق تفتحون الفايل الاكسل، هذا تحكيناها قبل ومعروفة عندكم. هسه انا خلي ابدي ببلانك فايل، فمثل ما تعرفون نفس الوورد نفس الشيء، بي رابن بي فايل وهوم وانسيرت، مواضيع كلها اللي تقريبا نفس اليوزر انترفيس مال الوورد والباوربوينت. اوكي فانتو فاميليار وذها، الباك فيو هاي مالكم نفس الشيء نفس الاسلوب اللي هو من اللي يسوون open والnew والinformation والaccount والoptions والrecent open والوين وين راح تخزن. اوكي نفسها عندكم هذا شو نسميه احنا، هذا نسميه worksheet، هذا workbook، هذا كله كفايل workbook. الworkbook عبارة عن worksheets، عندكم شيت، هذا شيت 1 تقدر تضيف شيت. اوكي شلون اضيف شيت؟ عندكم هاي البلاس تدوسون عليها يضاف عندكم شيت. الكل دشوا في الشاشه اللي عندي طلع. نعم دكتور. نعم دكتور. كل الجروبات كل هاي اكو جروب ما دا يشوف؟ بلغوني بس اكو جروب ما دا يشوف؟ كلكم دا تشوفون الشاشة عندي جريت. انتو هاي اليوزر انترفيس من خلال نفس الهوم انسيرت درو، راح تختلف شنو نوع الهوم شنو نوع الانسيرت، شبي شغلات اكو بين المشابهات اكو بين تختلف. احنا بالاكسل دائما شغلنا ويا الديتا، فراح تتعامل هواية ويا الديتا هواية ويا بيانات. ف كل workbook عبارة عن worksheets، يعني أقدر أضيف شيتات. كل شيت أنا أقدر أفسره مثلاً أنا هذا الworkbook مثلاً خلينا نقول أسميه save us، أمور لأنه أنا هذا توني فاتح البداية فراح أسميه save. أوكي اريد اخزنه وين؟ مثلا بالديسكتوب راح اخزنه، هنا لازم اسميه اعطي اسم مثلا 2021 report. مثلا F report financial report. اوكي هسه هذا سميت فاينانشال ريبورت. كل مثلا كل شيت انا اقدر اقول هذا مثلا لفبروري، او نبدي من
جانوري فبروري. شلون تغيران الاسم؟ اول شيء انت شلون تضيف شيء؟ تضيف شيء عن طريق الاد. اوكي لا تلاحظون الاد، هاي الاد نيو شيت باع عاد تشوفوا كلكم. يا لكم طلاب انا طبعا دعم شياكم بس بطيء والماده قليله على امل تتعلمون البيسنج، ورا ترى وراها راح تمشي ماده سريعه، فاذا ما طبقتوا بديكم وراح يصير امتحان المد مثل ذاك التطبيقي. اوكي فيعني لحقوا على روحكم بانه عندكم المكتب الموجود روحوا طبقوا. ما عندك، عندك لابتوب بالبيت، عندك حاسب، عندك اكسل، اتعلم بالبيت ما عندك مشكله، بس تعلم بيدك يعني ما يفيد تقعد تقرا ملزمة بواحدة ما راح تقدر تسوي شيء، مستحيل تقدر تجاوب. اوكي بالآد مثلا تجي انت جانوري فبرو، شوف السنة فب زحفت، شلون اقدر اخليها بصف الجام؟ هم نفس الشيء، هاي هولد امشيها باعه هولد ليفت كليك وامشيها عفتها، سموها دراج اند دروب، يعني انا اسوي هولد دراج منه اسوي دروب منه، اريد ارتبها نفس التسلسل مثلا. اوكي شيت 4 اريد احدد اكثر من شيت، سويت هولد للالت وحددت شيت 3 4. اوكي بس هذول اثنيناتهم اريد ارجعهم نفس الشيء، اسوي هولد المن للليفت كليك. اذا عندك لابتوب ليش قلت لكم اذا عندكم لابتوبات حاولوا تفتحون بالكلاس وياي باللابتوبات مالكم وفتحوا الاكسل باعوا هسه زحفت. طلاب عيني حاولوا تدخلون الكلاس مو من الموبايل، اللي عنده لابتوب عنده حاسبه عنده تابلت حتى لو يقدر يستخدمه بالاكسل خليه يفتح ويدخل وياي احسن لك حتى تتعلم وانت يعني هاي ماده تطبيقيه، اذا ما راح تتعلمها فلازم تطبقها بالمختبر، بخلافه ما راح تقدر تجاوب المد يعني. اوكي جانوري فبراير شلون اقدر اغير انا؟ اما ادوس دبل كليك عليها راح اقدر اغير النيم او اقدر ادوس رايت كليك، رايت كليك على الشيت ورايت كليك على الشيت واسوي له شنو؟ رينيم. غيرت اوكي هسه غيرت من اسامي، فتقدر انت كل شهر تحكي عن الشغلات اللي عندك الموجوده. اوكي واضحه هاي الطريقه؟ اكو استفسار؟ هذا هسه صار عندي شيء يسموه ورك بوك، هذا شيء يسموه ورك شيت، ورك شيت 1 ورك شيت هذا مثلا وفي بيانات. انا راح عندي سيلز، سيلز بي اوكي هسه راح اسوي انسيرت مثلا للديتا الموجوده بالسيرت، مثلا هسه هنا اريد اضيف اقدر اضيف هذا الشيت، اقدر اضيف له جوجل داتا مثلا من تيمبلت مثلا ابريل مثلا انا اريد اضيف بي تيمبلت من بيانات. اوكي اروح نفس الشيء احدد الشيت زين اريد احدده واروح منه بالكليك الرايت كليك اروح على انسيرت، انسيرت راح يعطيني جنرال او سبريشي سوليوشن. مثلا ست هنا عندك بلانك ستيتمنت عندك مثلا، هاي حلوه تفيدكم اذا عندكم واحد بالبيت، طبعا كلش حلوه هاي بلود بريشر، اذا عندكم واحد بالبيت عنده بلود بريشر اشو هاي الاغلبيه تقدر تختار تنزله. شوف تيمبلت كلش حلو، تكتب اسم الشخص وتحدد وتدخل بيانات الأسبوعية، اليوم وش قد بالشهر 1/11 اوكي المورنينج هل قد سيستوليك هل قد الدايستوليك هل قد الهارد ريت مال هل قد، تكتب كومنت تجيب الليل من ايفنينج بتطبق
تجي وراه، تجي وراه اوكي، تقدر تسوي لك جدول لابوك وامك الاخوك اوكي، هاي بكل بساطه تقدر تسوي تراكنج هذا اليوم، بس هنا تذكر التاريخ وتطبقه، تدري هذا جد حلو بكل بساطه. يعني هذا تيمبلت موجود نعطيك اياه، الاكسل تحتاجه، ابلكيشن مال اكسل مخيفه كلش هواي. مثلا انت كاتب هنا اي ملاحظه، كاتبها لاي واحد يدخل البيانات او دي يسوي اكتبها، مثلا اذا هنا اذا اكثر من مثلا 200 اتصل الطبيب، واذا اقل من مثلا 40 اتصل بالطبيب هو تراح يعني اوكي، حط هنا رقم تليفون الطبيب 0751 مثلا، هذا اسمه اسم البيشنت مثلا يعني اي واحد اوكي، محمد ما ادري من، هاي تقدر اوكي تقدر بالبيت، تقدر انت تطبقها بصيدليتك، اذا عندك كوستمر زامن يجوك قدمها سيرفيسز، تسوي بيشنت، كل بيشنت يجيك من ياخذ عنده معلومات يقول عيني انا خليني اقيس لك الضغط، مو هلا خليني اقيس لك، هاي سيرفيسز، هاي كوميرشال ثينكس، هذا مثلا من تريد تصير انت تقول انا كرياتيفيتي، يعني كرياتيفيتي شنو هي؟ تضيف هاي سيرفيسز بسيطه، حط لك واحد تقدر، طبعا هذا يعني ريدر تسويها، كل بيشنت عندك تعرفه تفوت على اكسل شيت، اوكي هذا اسمه فلان سوي سيرش، هذا هنا تدخل بياناته يوميا الصبح بالليل، اذا جاك هذا من حيجيك يوميا مرتين اكيد حيشتري من عندك شيء، في يعني اوكي اليوم ما راح يشتري الظهر حيشتري بالليل، ما اشتري بالليل اليوم حيشتري من عندك باكر كل شيء، صح ولا لا؟ حتزيد مبيعاتك لو راح تقل، انت قد يكون عندك جهد بسيط راح تسوي، اول شيء انت جاي تسوي سيرفيسز، جاي تقدم سيرفيسز، كانوا تقيس ضغط الدم، فمن جاي تقيسهم هو من قاعدين يجوك البيشنت، انت جاي تقيس اول ثاني. بدل ما تقيس هالشكل بدون معنى، لا سوي لهم بيانات وش اسمه الشكل وسويه لك، ترى ايش ترى انت لا وضعيتك هذا، ترى انت هذا الشكل هذا زين، هل تقدر هاي بعدين تعكسها كجرافات، وهاي راح نتعلم شلون نسوي اصلا، ها كلها هاي هذين القيم كلها تنعكس، راح تنعكس كتشارت جراف، راح تبين ك سوي لها فيجوالايز، راح تحس الفكره ايش قد حلوه يعني، وهي ايش قد بسيطه. نجي هسه انت عندك هاي البيانات مال هذا الشخص، فتحت فايل اكسل جديد، هذا اكسل جديد عندك بيانات، تريد تنقل بيانات هاي تريد تجيبها هنا، شوف مطيك في شغله كلش حلوه، تروح تاشر على الشيت اللي انت تريده، تاشر عليه حلو، شلون تاشر بالليفت لايت واك واك ليفت لو رايت كليك، ليفت كليك احنا نريد اوكي بال رايت كليك تحدده موف او كوبي، تختار موف او كوبي، دي يقول لك يا هو انت اللي تريد يا شيل بيهم، تحدد هذا يا هو بلود بريشر مثلا، بلود بريشر ديتا هو خلق لك اصلا تشارت السانس ديتا عندك موجود، هذا هم تشارت حددهم اثنين، هذا مثلا الديتا يقول لك تو بوك، يا بوك تريد نفسه فاينانشال ريبورت، انا لا لان هسه حاليا اختلفنا من فتحنا هذا ما صار عندي فاينانشال ريبورت، نسولف عن ميديكال اشوف شو اسمه هذا بوك تو، يا هو بوك تو، يا هذا الان هسه فتحته جديد اشوفه، هذا بوك تو سو تو بوك بوك تو اوكي، هذا المكتوب اوكي وين شيت 1 على شيت 1 شنو هاني راح اسوي كوبي، هذا النقل اجى وين no. هذا الشارت ماله شارت همين اريد انقله، طبعا هو ظل هناك مول اوكي، هذا هنا سويت له نفس الشيء كوبي رايت كليك موف اور كوبي، احدده شارت حددت يا شيت بيهم هذني الشيتات المعروضات جوا، جا شوفون هذول جوا هنا معروضات بيفور شيت اوكي، هذول الشيت يا بوك نيو بوك سوي او على بوك، اذا نيو بوك راح يسوي لك بوك جديد، بس انا ما اريد، انا اريد على بوك 2 اوكي، راح يدخل على شيت 1 واقف هسه اثنيناتهم صاروا موجودات بلود، هذا القيم وهذا
القراءات ماله الواطي والناصي سواليا. صعوبة سويت أنا هذا الشيء؟ وعب كل سبل أنا إني نقلت بيانات من أكثر شيء إلى أكثر شيء ثاني فاهم؟ بدل ما أروح وأفتحه وأسوي سلك طريقة ثانية أقدر أسويه. أجي هنا على الشيت وأجي على هذا البيانات وين موجودة الموجودة دي. مثلا هنا ما قلت كريت يعني كريت كابي. لو قال كريت كابي كان بقال هنا نسخة ونقلت. أنا سويت له موف شدته. فبدل ما اجي منها مثلا انقل البيانات فنضيف على هذا مثلا انسرت شيء ثاني جنرال مثلا بلود بريشر بيلينج ستمنت لون بيرسونال ما سيلز ريبورت سيلز ريبورت هذا عندكم هذا هالقد انباعت والاسمات هل هالقد كوستمر اسمه الكوارتر واحد 2 3 وجد هذا راح تحتاجه هواي موجود هو باع يعني هاي السيلز هذني شو عندي حل يا اما اختار هذني كوبي كلهن شوف احدد كنترول اي كنترول اي وراها سي كنترول سي او كنترول اكس حتى يصير كات اجي هنا اقول في نقلته تلاحظون اوكي هاي الطريقه بس هاي الطريقه قد تتحمل اخطاء قد يجوز ما يقول كل شيء ما يحتاج اندو شكرا ماريت طريقة ثانية أقدر أنقل اللي هي هاي ليفت كليك لا رايت كليك شوفوا ليفت كليك حتى أغير النيم دبل كليك عليها بالليفت كليك أقدر أسوي لها رينيم أو رايت كليك موف أور كوبي أحتاج وين بوك 2 أريد أنقله أما على هو راح ينقله او على اني احدد عليها شيت اوكي كريت كوبي بس مره احدد كريت كوبي نقله روح المره هذا بقاه تلاحظون ما شاله مثل قبل شويه طلع بعين هسه الحضور عندكم راح يطلع الاسامي مال الحضور تبوا عليه هسه دقيقه دقيقتين راح الكويز مال الحضور تشوفون بيه حضور تجي انت تريد تغير ال 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 الكلر مال كل شيء حتى يعني تميزهم تقدر منها تغير الثيم مالك اوكي تاب كلر مثلا انا هذا الشهر اريد هذا اللون جانوري مثلا هنا الديتا هذا اريد هذا اللون اوكي هذا يفيدك يعني هاي الفيجواليزيشن كلش مهم الفيجواليزيشن عندكم موضوع كلش مهم انت شلون تتحكم في الكلر نفس الشيء هاي واضح طلاب عيني ساليني داش طلاب بيدي واضح صعب شيء سويناه؟ أكشي مواضعتكم؟ سيروني أكشي مواضع؟